بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إلى طلاب الصف الثاني الثانوي مقررات مادة علم البيئة. طبعا يا شباب اتكلمنا الدرس السابق على ديناميكية الجماعة الحيوية، وعرفنا توزيع المكان للجماعة، وخدنا توزيع الضب وتوزيع الإبل وتوزيع طيور الخرشنة. طبعا عرفنا أن توزيع الضب كان توزيع منتظم، وتوزيع الإبل كان توزيع تكتلي، أما توزيع طيور الخرشنة كانت توزيع عشوائي. طبعا هنكمل إن شاء الله الدرس الثالث، الجماعة البشرية السكانية. الجماعة البشرية أي السكانية. تمام شباب، هذا هو درسنا الثالث بإذن الرحمن الرحيم. نستعين بالله ونتوكل على الله. نمو الجماعة البشرية، علم يختص بدراسة حجم الجماعات البشرية وكثافتها وتوزيعها وحركتها ومعدلات المواليد والوفيات. ده نمو الجماعة البشرية. يبقى علم يختص بدراسة حجم الجماعات البشرية وكثافتها وتوزيعها وحركتها ومعدلات المواليد والإيه والوفيات. يتغير نمو الجماعة البشرية مع مرور الزمن. إذن يتغير نمو الجماعة البشرية مع مرور الزمن. هناك زيادة ملحوظة في الجماعة البشرية، يعني عدد السكان في عنصرنا الحالي أو في عصرنا الحالي. طبعا هناك زيادة ملحوظة في الجماعة البشرية. طبعا عندي يا شباب العصر الحجري القديم، شايفين يا شباب الجماعة البشرية هنا بالمليار، وهنا 2 مليون سنة قبل الميلاد، يعني بالسنين. طبعا كلما زمان كانت أقل العنصر البشري، طبعا حصلت مشاكل كبيرة جدا أدت إلى فقدان عدد كبير جدا من الناس. طبعا يعني على سبيل المثال مرض الطاعون، بداية هنا يا شباب كل ما بيزيد التعداد السكاني، شايفين كده، شايفين يا شباب كل ده كان قليل. طبعا زمان كانت فيه أمراض وأوبئة، أما دلوقتي بفضل من الله سبحانه وتعالى العلم، وبفضل الله سبحانه وتعالى على البشرية بأن هو جعلهم يعلمون كيفية الوقاية من الأمراض، النظافة، الأشياء كل هذه بفضل الله سبحانه وتعالى، فجعل العدد السكان طبعا الحالي أكبر بكثير من العدد. النقطة التالية، التقدم العلمي هو برضو من ضمن الأشياء اللي جعلت هذا الأمر تعداد السكان أكبر. زي إيه؟ قالك تعلم الناس الإنسان كيف يعدل البيئة المحيطة بحيث تظهر كأنها غيرت من قدرتها الاستيعابية. أدى التطور في الزراعة، تربية الحيوانات، زيادة مصادر الغذاء، حسن التقدم العلمي وصناعة الدواء، فرصة بقاء الإنسان وقلل عدد الوفيات نتيجة المرض، تحسين المساكن، قلل أخطار تعرض الإنسان لأثار المناخ. كان الناس زمان ما في بيوت ولا في شيء، عرايا. حافظت الظروف البيئية لآلاف السنين على ثبات حجم الجماعات البشرية. الجماعات السكانية ما زالت تنمو إلى أن معدل نموها بطيء. ده بشكل مبسط يا شباب الأشياء المؤثرة. طيب اتجاهات النمو السكاني، العوامل المؤثرة فيه. يعني الأحداث مثل النهضة الصناعية والحروب والتغير المناخي دي مؤثرة في النمو السكاني. طبعا حرب جامد، مرض تفشى، كل هذا يؤثر، زي أمراض الطاعون والعياذ بالله الذي انتشر وسبب وفيات كثيرة جدا في عدد السكان. علل من السهل الوقوع في الخطأ عند تفسير نمو الجماعات. ليه بيسهل الخطأ؟ قال لي لأن النمو السكاني لا يتساوى في الدول المختلفة. دي دولة نامية تلاقي ما شاء الله في تنظيم في دولة أخرى، طبعا لأن النمو السكاني لا يتساوى في الدول المختلفة. مستحيل. طيب النمو الصفري للجماعة، سؤال، يحدث عندما يتساوى معدل المواليد والهجرة الخارجية مع معدل الوفيات والهجرة الداخلية. يبقى النمو الصفري تساوى في معدل المواليد مع معدل الوفيات، تساوى في الهجرة الخارجية مع الهجرة الداخلية. هذا يسمى النمو الايه يا شباب؟
الصفري. تمام. احد التوقعات ان العالم سوف يصل الى النمو الصفري بين العامين 2020 و2029. لأحد التوقعات ان العالم سيصل الى النمو الايه الصفري، يعني يتساوى معدل المواليد مع معدل ايه الوفيات. قال لي علل. عندما يصل العالم الى النمو الصفري سيتوقف النمو السكاني عن الزياده. لماذا؟ قال لي لان كل من حالات الولاده والوفاه ستكون بنفس النسبه، النسبه دي للوفيات تساوي النسبه للمواليد. طب علل. عندما يصل العالم الى نمو الصفري فان عمر السكان سيكون اكثر، لان اعمار السكان في مراحل ما قبل الخصوبه والخصوبه ما قبل الخصوبه وما بعد الخصوبه ستكون متساويه، مراحل ما قبل الخصوبه وما بعد الخصوبه ستكون متساويه. طيب التركيب العمري اللي هو عدد الذكور والاناث، عدد الذكور والاناث في كل من الفئات العمريه الثلاث. الفئات العمريه يعني مراحل ما قبل الخصوبه، عدم القدرة على الإنجاب قبل عمر العشرين. طب مرحلة الخصوبة قال لي القدرة على الإنجاب بين العشرين والأربعة واربعين عام. طب في مرحلة ثالثة؟ أيوة، قال لي مرحلة ما بعد الخصوبة انخفاض القدرة على الإنجاب بعد أربعة واربعين. يبقى التركيب العمري هو عدد الذكور والإناث في كل من الفئات العمرية الثلاث. الفئة العمرية، الفئات العمرية عندي مرحلة ما قبل الخصوبة، مرحلة الخصوبة، مرحلة ما بعد الخصوبة. قال لي طب مرحلة الخصوبة قال لي عدم قدرة القدرة على الإنجاب قبل عمر العشرين. طب مرحلة الخصوبة قال لي القدرة على الإنجاب بين العشرين والأربعة واربعين عاما. مرحلة ما بعد الخصوبة قال لي انخفاض القدرة على الإنجاب بعد أربعة واربعين عاما. شايفين يا شباب التركيب العمري للجماعة السكانية؟ قال لي هنا نمو سلبي، نمو بطيء، نمو سريع. انتبه، عندي نمو سلبي، نمو بطيء، نمو سريع. تعال نشوف. قال لي النمو السلبي ده فين؟ قال لي في ألمانيا. تعال نشوف. قال لي ما بين العام 1990 و 1994. شايفين يا شباب كان في تساوي نسبة إلى التساوي. قال لي في 1985 ل 89 كان أكبر الذكور عن الإناث، هنا الإناث متساوي تقريبا للذكور، هنا الذكور متساوي أكبر من الإناث. ملاحظين يا شباب النمو النسبي اختلف إلى أن وصلنا إلى 1915 أو 1919. هنا قال لي وصلنا إلى أن عدد الإناث إيه بدأ يكبر بشكل. تعال نشوف هنا. هنا الأعمار عمر فوق 80، 75 ل 79 هنا الأعمار. طبعا هنا نسبة الجماعة الحيوية، نسبة الجماعة الحيوية، مرحلة ما قبل الخصوبة، مرحلة الخصوبة. شايفين مرحلة الخصوبة يا شباب، وهنا مرحلة ما قبل الخصوبة. طب مرحلة ما بعد الخصوبة قلنا يا شباب هنا هذه، هنا الذكور نسبة الإناث، وهنا ثلاث دول مختلفين ألمانيا وتونس والسعودية. وطبعا يا شباب في اختلاف ما بين الأول والثاني والثالث في نسب الجماعة الحيوية، وهذا تفصيليا ليوضح كيفية اختلاف من دولة إلى دولة أخرى. القدرة الاستيعابية والنمو السكاني. قال لي إذا تجاوزت الجماعة البشرية قدرتها الاستيعابية فإنها تؤثر في النظام البيئي. طب ايه تاني؟ اذا استمر النمو السكاني فان المجاعات والامراض ستنتشر. ساعدت التقنيات الحديثة في زيادة القدرة الاستيعابية للامراض. التقنيات الحديثة تحافظ على الجماعات السكانية تحت مستوى القدرة الاستيعابية. طب كمية الموارد في الغلاف الحيوي او الخلاف الجوي من العوامل المهمة في الحفاظ على الجماعة السكانية. اخر شيء، يستهلك الفرد حاليا كميات اكبر من المصادر في الدول الصناعيه المتقدمه مقارنه بالفرد في الدول الناميه. طبعا يا شباب دي كانت معرفه القدره الاستيعابيه والنمو السكاني، معرفه اذا زاد النمو السكاني او اذا استمر النمو السكاني فان المجاعات والامراض تستمر، اذا تجاوزت الجماعات البشريه قدرتها الاستيعابيه فانها تؤثر في النظام البيئي. طبعا التقنيات الحديثة بفضل الله سبحانه وتعالى جعلت المحافظة على الجماعات السكانية تحت مستوى القدرة الاستيعابية. هذا وبالله التوفيق. في نهاية الدرس أتطرق إلى التقويم، أرجو الانتباه.
التقويم صفة تغير في النمو السكاني عبر الزمن. طبعا أنا جايب هنا بعض الإجابات. صفة الفروق بين مخططات التراكيب العمرية للدول التي لا يحدث فيها نمو سكاني والتي يحدث فيها نمو سكاني سريع والتي فيها نمو سكاني بطيء. طبعا احنا قررنا بها قبل. صفة التغير في النمو السكاني عبر الزمن. طبعا يا شباب مرت الجماعة السكانية بفترات طويلة في مرحلة التباطؤ تلاها نمو أسي في العصر الحديث. صفة الفرق بين مخططات التراكيب عندي يشبه شكل التركيب العمري المستطيل في جماعات الدول التي يحدث فيها نمو سريع، فإن شكل التركيب العمري يشبه مثلثا قاعدته في الأسفل، أما جماعات الدول التي يحدث فيها نمو بطيء فيشبه شكل التركيب العمري مستطيلا ذات بروزات في وسطه. التقويم قوم آثار نمو الأسي لأي جماعة، لخص لماذا تبدأ الجماعات البشرية بالنمو الأسي في مقتبل العمر. هنا يا شباب قوم آثار النمو الأسي لأي جماعة. يسبب النمو الأسي ضغوطا على البيئة، طبعا لأنه يسبب ضغوطا على البيئة. لخص لماذا تبدأ الجماعات البشرية بالنمو الأسي، وأن العوامل التي أدت إلى النمو الأسي تضم النهضة الصناعية، تحسين الرعاية الصحية، تطور صناعة الأدوية، وزيادة الإنتاج للمواد الغذائية. آخر شيء أو آخر جزئية، توقع كل من الآثار الطويلة الأمد والقصيرة الأمد لظهور أمراض جديدة في الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة. في كلتا الحالتين قد تسبب الأمراض وفيات عديدة وستكون أكبر في الدول النامية، أما على المدى البعيد فمن المتوقع ألا يتسبب ذلك أثر ملموسا في النمو السكاني للعالم. هذا وبالله التوفيق، أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.